أثبتت تجربة زراعة أشجار الزيتون من نوع أرباكين كأول عملية على مستوى ولاية جيجل نجاعتها من خلال المردود المضاعف من الزيتون والزيت على حد سواء. الزيتون تاع الأرباكين هذا خيرته على جال المردود تاعو، وفي عامين تبدأ تلقط فيه ذكا، وعنده 5 سنين هذا الشجرة هذه، والزيت تاعها فيها مذاق ما شاء الله فيها، وتجيب الكثافة تاع الزيت تاع الزيتون، وتجيب حتى 30-40 لتر في القنطار. وهذا الشجرة هذه ما تزيدش فوق 2.5 متر، وكاع الناس تلقطها، ما كاش فيها الريسك تاع الطلوع ولا تهبط ولا. مردود زيت الزيتون خلال هذا الموسم وصل إلى 30 لترا في القنطار، على عكس الأنواع الأخرى التي لا يتعدى مردودها 22 لترا. العام هذا الله يبارك راهي كاينه الغلة بارابول العام اللي فات، العام اللي فات هذا المومو كانت ديجا حبسنا طاحونة. ولتعميم الفائدة وزيادة إنتاج زيت الزيتون بالولاية، وزعت المصالح الفلاحية خلال الموسم الفارط 24110 شجيرة زيتون من نوع أرباكين على 500 فلاح.